بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الخامسة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. إلى العناوين: محافظتا الداخلية والوسطى تحتفلان اليوم بالعيد الوطني 45 المجيد بلوحات استعراضية متنوعة. سفارات السلطنة في الدول الشقيقة والصديقة تواصل احتفالاتها بالعيد الوطني 45 المجيد. السلطنة الأولى عربيا في الحد من أمراض الدم الوراثية ورعاية المصابين بالثلاسيميا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. ابتهاجا بالعيد الوطني 45 المجيد، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مهرجان الذي شارك فيه قرابة 4500 طالب وطالبة وفرق الفنون العمانية التقليدية في محافظة ظفار وجمعية المرأة العمانية بصلالة. شهد مجمع سعد الرياضي بمحافظة ظفار مهرجان العيد الوطني 45 المجيد بمشاركة قرابة 4500 طالب وطالبة من مدارس المحافظة وفرق الفنون العمانية التقليدية وجمعية المرأة العمانية بصلالة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد. يشرفني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات لمولاي حضرة صاحب الجلالة لهذه المناسبة الغالية الوطنية، وكما سعدت أن أكون بين أبناء محافظة ظفار في هذا الحفل البهيج والذي ظهر بمظهر صراحة لائق وجميل وإخراج مبدع، وأشكر جميع القائمين على إخراج هذا الحفل. بدأت فعاليات المهرجان بتقديم لوحة بزوغ فجر النهضة التي جسدت 23 من يوليو يوم النهضة المباركة ولحظة استماع الشعب للخطاب السامي الأول وتلبيتهم النداء وتعبيرهم عن فرحتهم وولائهم. ثم توالت بقية اللوحات، حيث جاءت اللوحة الثانية بعنوان دولة المؤسسات، واللوحة الثالثة بعنوان تطور التعليم العام، فيما جسدت اللوحة الرابعة التعليم العالي، واللوحة الخامسة الدولة العصرية، وعبرت اللوحة السادسة عن القطاعات التنموية، واللوحة السابعة عن فرحة الإنجاز، بينما تجسد اللوحة الثامنة الوعد والوفاء، وهي لوحة عامة لجميع المشاركين بالحفل. تجهيز باقة ورد متواضعة وشعور يعني لا نستطيع أن نصفه لحبنا لهذا الرجل، لحبنا لمفجر الإنجازات، لصانع الإنجازات. بعدها قدمت اللوحة الختامية بعنوان هتاف الأبرار، والتي تضمنت عرضا تاريخيا وصورة للحاضر ورؤية للمستقبل في العهد الزاهر بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. تستمر الاحتفالات في مختلف محافظات السلطنة، حفل هنا وحفل هنا ليعم الفرح بهذا العيد المجيد. حفظ الله عمان وقائدها وشعبها الكريم. محمود بن سيرت أبو، محافظة ظفار. تحتفل محافظة الداخلية بالعيد الوطني 45 المجيد مساء اليوم بالمجمع الرياضي بولاية نزوة تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، ويشارك في الاحتفال أكثر من 5000 من أبناء المحافظة ليرسموا لوحات الولاء والعرفان لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. كما تحتفل محافظة الوسطى بالعيد الوطني 45 المجيد مساء اليوم بميدان الاحتفالات بولاية هيمة تحت رعاية صاحب السمو السيد منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد، ويشارك في الاحتفال 2500 مشارك ومشاركة من أبناء ولايات محافظة الوسطى
من مختلف الفئات العمرية يعبرون من خلالها عن الحب والوفاء الصادق لباني نهضة عمان في ملحمة وطنية خالصة تمتزج فيها مشاعر الحب والوفاء. في محافظة البريمي أقام سعادة الشيخ فهد بن سلطان اليعقوبي والي السنينة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. حضر الاستقبال عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمشايخ والرشداء والمواطنين تبادلوا خلالها التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية. واستقبل سعادة الشيخ حارث بن سيف الدغيشي والي نخل عددا من رشداء الولاية والمواطنين في إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني 45 المجيد. كما أقام سعادة الشيخ محمد بن عبد الله المالك الشحي والي ولاية منح حفل استقبال بهذه المناسبة الغالية. حضر الحفل عدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية والمشايخ والرشداء وعدد من المواطنين. كما استقبل سعادة الشيخ سلطان بن علي النعيمي والي الحمرة عددا من المسؤولين والرشداء والمواطنين في إطار احتفالات البلاد بيوم 18 من نوفمبر المجيد. وأقام سعادة الشيخ عبد العزيز بن سالم العبد السلام والي بهلة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. حضر حفل الاستقبال جمع من المسؤولين والرشداء وأهالي الولاية. وفي ولاية أدم أقام سعادة الشيخ حمد بن راشد المقبالي والي أدم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين والرشداء والمواطنين. وفي محافظة شمال الشرقية استقبل سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي إبرة عددا من الرشداء وأهل الولاية تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 45 المجيد. كيف حالك؟ شكرا. طيبين ان شاء الله. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد قليل مشاركة عمانية مميزة في مهرجان كتار الخامس للمحامل التقليدية بالعاصمة القطرية الدوحة. كيف تبدأ بواكير النهضة إن لم تكن روح الشباب المتوثبة
هي عطر البدايات والخطوات الأولى لرحلة 45 بهجة وتساميا وعلوا. في الطريق للمجد أهديت لعمان شبابك المتوقد وتفانيك المخلص وحكمتك التي أصلها ثابت وفرعها في سماء الفخار. لك الولاء يا سيد عمان، لك المحبة يا ملهم الشباب، لك العهد بأن نحذو حذوك باذلين شبابنا كما علمتنا لعمان ولنهضتها الفتية. بعض شبابنا يقول الآن أن الكرة أصبحت في مضرب، وهذا شيء طيب. العيد الوطني 45 المجيد. عمان تتقدم بشبابها. كيف تبدأ بواكير النهضة إن لم تكن روح الشباب المتوثبة هي عطر البدايات والخطوات الأولى لرحلة 45 بهجة وتساميا وعلوا. في الطريق للمجد أهديت لعمان شبابك المتوقد وتفانيك المخلص وحكمتك التي أصلها ثابت وفرعها في سماء الفخار. لك الولاء يا سيد عمان، لك المحبة يا ملهم الشباب، لك العهد بأن نحذو حذوك باذلين شبابنا كما علمتنا لعمان ولنهضتها الفتية. بعض شبابنا يقول الآن أن الكرة أصبحت في مضرب، وهذا شيء طيب. العيد الوطني 45 المجيد. عمان تتقدم بشبابها. أهلا بكم. أقامت سفارة السلطنة في الرياض بالمملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، حيث أقام سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال بهذه المناسبة. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، كما حضر ممثلو السلك الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدة لدى المملكة وبعض من أعضاء مجلس الشورى السعودي وكبار الشخصيات بالمملكة والصحفيين وعدد من المواطنين والطلبة العمانيين الدارسين في المملكة. وفي الأردن احتفلت سفارة السلطنة في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة العيد الوطني المجيد. حضر الحفل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي والأجنبي وعدد من الطلبة العمانيين الدارسين في الأردن. 45 عاما من عمر النهضة المباركة وصل صداها جميع أقطار العالم، فهذه المناسبة والتجربة حري بناشدي السلام الوقوف عليها نظرا لما تقدمه عمان من نموذج في المنطقة والعالم للسلام والتنمية والاهتمام بالإنسان. هنا بالمملكة الأردنية الهاشمية اجتمع لفيف من كبار الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية العربية والأجنبية في سفارة السلطنة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. تقدم بخالص التهاني والتبريكات لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله في هذه المناسبة العزيزة علينا العيد 45. حقيقة أنا سررت جدا بحضور
فعاليات كثيرة من المملكة الأردنية الهاشمية ومن السفراء الخليجيين والعرب ومن أصحاب المعالي الوزراء، فكان حقيقة حضور مميز، وهذا يدل على حبهم ومشاركتهم وتقديرهم لسلطنة عمان وغايدها المعظم. نحب نبارك للأخوة في عمان عيدهم المبارك، ونتمنى إن شاء الله كل يوم عيد بالنسبة لهم. المناسبة دائما تظهر العلاقات المتينة بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى وخاصة الأردن، اللي نعتبرها جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون. أتمنى الخير للجميع عامة ودولنا إن شاء الله خاصة. الاحتفالية استعرض فيها فيلم وثائقي وثق أهم إنجازات مسيرة النهضة العمانية، مبرزا النجاحات وأفاق التطور والازدهار بالسلطنة، والذي تمازج في النموذج العماني بالمحافظة على الإرث الحضاري والتراث العريق الذي يفتخر به كل عماني. طبعا بنهني يعني الشعب العماني وجلالة السلطان وكل يعني الحكومة العمانية بهذا العرس الوطني اللي هو العيد الوطني لسلطنة عمان. إن شاء الله دائما أن يوفق جلالة السلطان في قيادة سلطنة عمان إلى دائما بر الأمان، ونتمنى التقدم والازدهار للشعب العماني العزيز على قلوبنا جميعا. يوم مبارك، 45 سنة من رحلة هي رحلة النهضة العمانية، تطورت فيها البلاد العمانية تطورا كبيرا على يد جلالة السلطان الذي نقل عمان نقلة كبيرة من تكاد تكون من الصفر إلى المئة إذا جاز لي أن أعبر، وقد واكبت عمان التقدم كثيرا وسبقت كثير من الدول التي بدأت معها يوم النهضة. نبارك للشقيقة سلطنة عمان جلالة السلطان والشعب العماني العظيم والحكومة الرشيدة باليوم الوطني العماني الذي نستذكر فيه مع أشقائنا العمانيين ذكرى الاستقلال وذكرى البناء وذكرى التطور الذي شهدته عمان في ظل سيدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الطلبة العمانيين الدارسين بالجامعات الأردنية، أتشرف أن أرفع إلى المقام السامي مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المجيدة، العيد الوطني 45 المجيد، عاد الله عليه ومده بالصحة والعافية والعمر المديد إن شاء الله. الاحتفالية عكست مدى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع السلطنة بالأردن في ظل القيادتين الحكيمتين، وما يربط الشعبين الشقيقين من أخوة وتفاصيل مشتركة في القيم والتراث والعادات. مسيرة نهضة مكللة بالإنجازات والنجاح، كما أثنى المشاركون في هذا العرس العماني. ربا آغا، تلفزيون سلطنة عمان، عمان. أقامت سفارة السلطنة لدى روسيا الاتحادية أمسية احتفالية بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، حضرها عدد من النخبة السياسية والدبلوماسية ورجال الأعمال، وتم خلال الحفل إقامة معرض للوثائق العمانية استعرض العلاقات العمانية الروسية. أقامت سفارة سلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية أمسية احتفالية بالعيد الوطني 45 المجيد تحت رعاية سعادة السفير يوسف بن عيسى الزجالي السفير المعتمد للسلطنة. حضر الحفل عددا وفيرا من النخبة السياسية والدبلوماسية ورجال الأعمال من أصدقاء السلطنة ومن الطلبة العمانيين الدارسين في روسيا الاتحادية. يشرفني ونحن نحتفل بالعيد الوطني 45 المجيد أن أرفع للمقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالتي وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء.
الدبلوماسية العمانية الحكيمة والمتزنة وروح التسامح انعكست على تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت وتمر بالمنطقة والعالم. فعمان تحرص على مد جسور الصداقة مع العالم وتصنع العلاقات الحسنة والمتكافئة في سبيل تثبيت دعائم الاستقرار العالمي. هذه السياسة المتزنة جعلت سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة مكنتها من القيام بدور فعال في معالجة كثير من القضايا، وهذا ما أظهره معرض أقيم في الحفل للوثائق العمانية أبرز العلاقات العمانية مع روسيا وعلاقات السلطنة بالعالم. طبعا نحن نقدر تقديرا عاليا جدا دور لسلطنة عمان في السياسة الدولية والإقليمية في منطقة الخليج وفي العالم العربي والإسلامي، ونحن نسجل لأصدقاء في مسقط دور مؤثر لصنع القرارات في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار منظمة التضامن التعاون الإسلامي وفي الأمم المتحدة. أول حاجة نحب نقولها لكم كل سنة وأنتم طيبين، شعب السلطنة القريب إلى كل قلب مصري، فكل قلب مصري يدرك من هو الشعب العماني، وكلنا لدينا علاقات وارتباطات عاطفية وتاريخية بالسلطنة، ولا ننسى مواقف السلطنة مع مصر في أحلق الظروف. عمان بحضارتها العريقة وتاريخها المتجذر وطبيعتها الخلابة أنشأت الإنسان العماني على التمسك بالقيم والمبادئ الرفيعة والتقاليد والعادات الأصيلة. فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة وأصحاب موروث تاريخ عظيم، وانفتاحهم على الحضارات الأخرى جعلهم محط أنظار وإعجاب الآخرين. تجسد ذلك في معرض للوحات أقامته فنانة روسية لم تزر عمان يوما وإنما أحبته من خلال الأحاديث الطيبة عنه. قرأت بكل سرور تاريخ سلطنة عمان وطلعت على صور لطبيعتها الجميلة، وعجبت كثيرا بهذا البلد وأتمنى أن أزوره. أما الاستقرار والنهضة في عمان فيمكن أن تصبح قدوة للآخرين. 45 عاما من التنمية والبناء لتتجاوب النهضة العمانية مع تطلعات وطموحات الشعب العماني، ويبقى المواطن العماني صانع الحضارات وباني النهضات وهو الناشر الحقيقي لثقافة بلده. وكما أكد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه إن المواطن العماني هو هدف النهضة وغايتها. لنا المتني، تلفزيون سلطنة عمان، موسكو. واحتفلت سفارة السلطنة في نيودلهي بجمهورية الهند بيوم 18 من نوفمبر المجيد، حيث أقام سعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند حفل استقبال بهذه المناسبة. حضر الحفل معالي شريكيران ريغوا وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة أنيل وادوا وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشرق الأوسط، وسعادة السفير ميري دول كومار مدير عام دائرة دول الخليج، وعدد من المسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط الهنود. كما حضر عدد من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدبلوماسيين الخليجيين، وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية، وعدد من الملحقين العسكريين والثقافيين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية الهند. وفي بنغلاديش احتفلت سفارة السلطنة في العاصمة دكا بالعيد الوطني 45 المجيد، وأقام الوزير المفوض عمر بن محمد البلوشي ممثل السلطنة لدى جمهورية بنغلاديش حفل استقبال بهذه المناسبة. حضره معالي أمير حسين أمو وزير الصناعة، ومعالي وزير الثقافة ووزير شؤون الأراضي، وعدد من البرلمانيين وأعضاء الأحزاب السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعدد من رجال الأعمال.
كما قام الوزير المفوض علي بن سعيد الكثيري ممثل السلطنة لدى جمهورية بلغاريا حفل استقبال بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 45 المجيد. حضر حفل الاستقبال معالي أستويان تودوروف أمين عام وزارة الخارجية بجمهورية بلغاريا وفضيلة مصطفى علي إيش مفتي عام جمهورية بلغاريا وسلمون باسي وزير الخارجية البلغارية السابق وعدد من أعضاء البرلمان. كما حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء الدوائر بالخارجية البلغارية وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين ورئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا ورؤساء مجالس البنوك التجارية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين العاملين في الصحافة والقنوات التلفزيونية. في العاصمة القبرصية نيقوسيا أقام سعادة السفير الشيخ أحمد بن سالم الشنفري سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية قبرص حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. حضر الحفل معالي وانيس كاسوليتس وزير الخارجية القبرصي ومعالي وزير الدفاع ومعالي وزير الصحة القبرصي وعدد من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدبلوماسيين الخليجيين وأصحاب السعادة السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية قبرص. كما حضره رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمثقفون والإعلاميون. كما قام سعادة محمد بن خليل الجزمي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السنغال حفل استقبال بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد. حضر الاحتفال معالي عبد الله ديوف صار وزير الحكم المحلي والتنمية والتخطيط الإقليمي وعدد من المسؤولين السنغاليين وأعضاء الجمعية الوطنية. كما حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء الدوائر بالخارجية السنغالية وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورجال الأعمال ومجموعة من الشيوخ وعلماء الدين وعدد من الصحفيين العاملين في الصحافة والإعلام. حصدت السلطنة ممثلة في الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية جائزة الشيخ سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا على مستوى الوطن العربي. جاء هذا التكريم ثمرة للجهود التي تبذلها الجمعية في رعاية مرض الثلاسيميا والتواصل معهم ومع ذويهم للوقاية منه والحد من انتشاره. إنه الإنجاز الذي لا زالت مسيرة العطاء تحصده يوما بعد يوم في مختلف قطاعاتها. فهنا حصدت السلطنة جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا ممثلة في الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بعد حصولها على أفضل جمعية للثلاسيميا في الوطن العربي. جائزة الشيخ سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا تمنح لأفراد وجمعيات متميزين في مجال البحث العلمي ومجال العطاء بالنسبة للتخفيف من وطأة مرض الثلاسيميا على مستوى العالم. ولقد حظيت الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بحصولها على أحسن جمعية لرعاية مرض الثلاسيميا في الوطن العربي. جاء هذا التكريم تقديرا للدور الذي حققته الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية في توعية المجتمع بمرض الثلاسيميا ورعاية المرضى والتواصل مع ذويهم تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. الجائزة لها أهداف وضعت بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة، الاهتمام بتشجيع الأبحاث العلمية اللي بتخدم مريض الثلاسيميا والتركيز في نفس الوقت على البرامج التوعوية اللي بتحد من انتشار المرض وولادات جديدة. تم استحداث
فئة جديدة هي الفئة العربية. الفئة العربية من فئاتها كان في الجمعيات ذات النفع العام اللي بتخدم هذا الموضوع، وفاز فيها الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية. تأتي هذه الجائزة في تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات لخدمة مرضى الثلاسيميا والسعي لتوفير بيئة صحية ملائمة لهذه الفئة من المجتمع. أمراض الثلاسيميا هو مرض مزمن ومستمع الطفل طول الحياة، ويحتاج المريض في الدعم من المجتمع نفسه، بحيث أنه كان من ناحية صحية ومن ناحية كدورة في المجتمع نفسه. حفل التتويج هذا اشتمل على كلمة لأمين عام الجائزة وكلمة للرابطة الدولية للثلاسيميا وعروض فنية وإلكترونية معبرة. وفي الختام تم تكريم الفائزين في هذه الجائزة بمختلف قطاعاتها للأفراد والمؤسسات، وأخذ صورة تذكارية للفائزين مع راعي الحفل. قيمة جديدة تضاف إلى الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بتتويجها اليوم بجائزة الشيخ سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا. من العاصمة الإماراتية أبوظبي، أحمد بن محمد المعمري. بمشاركة السلطنة بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة، وتبحث الدورة آفاق التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة ومناقشة سبل مواجهة الأوضاع البيئية في فلسطين والجولان السوري وغيرها من المناطق العربية المتضررة. يترأس وفد السلطنة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. التغير المناخي والتلوث البيئي ومكافحة التصحر ملفات تصدرت اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. الاجتماع عقد برئاسة دولة فلسطين خلفا للمملكة العربية السعودية وبمشاركة وفد من السلطنة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. اجتماع أصحاب المعالي وزراء البيئة لهذا اليوم ناقش العديد من القضايا، قد يكون من أهمها ارتباط البيئة بالتنمية المستدامة. أيضا كان هناك بنود تتعلق بالمحميات الطبيعية والمحميات البحرية، واقترح جائزة سنوية تمنح لمحمية من دولة عربية ما. وحقيقة من أهم الذي عرضته السلطنة هو الطلب بإضافة البحر العرب إلى محميات المعنية بالحيتان، ووافق المجلس على ذلك. إن وسائل التنفيذ لا تقتصر على توفير التمويل الدولي فحسب، بل لابد من اتخاذ خطوات من قبل كل القطاعات في كل دولة عربية لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل التكامل الاقتصادي العربي فرصة للدول العربية لتحقيق ذلك. الوضع البيئي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة كان حاضرا بقوة، خاصة مع الممارسات الإسرائيلية المستمرة في تغيير الواقع البيئي للأراضي المحتلة. أننا لا يمكن أن نغفل واحدا من أهم هذه العقبات التي تواجهنا جميعا في هذه المنطقة عامة وفي فلسطين والأراضي العربية المحتلة خاصة، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لا يتوانى ولو للحظة عن التدمير والسيطرة على الموارد الطبيعية والتوسع في الاستيطان بشكل غير مسبوق. كما ناقش الاجتماع موضوع عاصمة البيئة العربية ومناقشة النظام الأساسي لهذا المقترح لزيادة الوعي البيئي لدى الشعوب العربية. إن أهمية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تأتي وفقا للإمكانات المتاحة وبما يتوافق وتصورات المنطقة، ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخططها التنفيذية طبقا لأولويات المنطقة، حيث يعد الاقتصاد الأخضر الطريق نحو سياسات التنمية المستدامة. كما بحث الاجتماع أيضا الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. مظاهر التغير المناخي التي تتعرض لها عدد من دول المنطقة تحتم على المنظومة العربية تبني آليات أكثر فاعلية لحماية البيئة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر للحد من الكوارث التي تتعرض لها هذه الدول
مناخيا وبيئيا. من جامعة الدول العربية بالقاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. وسط مشاركة عمانية كبيرة انطلقت فعاليات مهرجان كتارا الخامس للمحامل التقليدية بالعاصمة القطرية الدوحة. المهرجان يحيي الروابط الخليجية المشتركة في النشاط البحري بين أهل الخليج. التقرير التالي يأخذنا في جولة في جنبات هذا المهرجان. أجواء تراثية بهيجة يشهدها مهرجان كتارا الخامس للمحامل التقليدية بالدوحة، حيث يحيي المشاركين من خلاله تاريخا مجيدا لأبناء الخليج لاستحضار ذكرى الأجداد والآباء وما كانوا يعانوه من صعوبات طلب للرزق وسعيا في التجارة. عندنا اشتراك في الخليجي، دول الخليج مع الآخر، وعندنا في هذا اليوم مهرجان، نسوي مهرجان البحر يسمونه، عشان هاي التراث لا ينتهي لنا ولأجيال بعدنا يكون يعرفون عن هذا البحر موجود كان من أباء وأجداد معيشتنا من هذا البحر. السلطنة تسجل حضورا لافتا في نسخة المهرجان لهذا العام من خلال عدد من الحرف التقليدية التي تشتهر بها كصناعة السفن وأدوات الصيد والفنون العمانية المغناة، كانت حاضرة كذلك بالمهرجان. العمانيين المشاركين بأكثر من فعالية، مشاركين احنا بالسفن المحامل صانعين سفينة جديدة، ومشاركين بسفينة شراعية، ومشاركين بفرقة بحرية، وفي مشاركات ثانية حرفيين. تحصل الحرف متغاربة مع بعضها بعض، والسفن نفس الشيء، بس إلا السفن العمانية شوية تختلف بكبر الحجم لأنها كانت تسافر تعبر محيطات كبيرة. نعمل روابة، شيء مثل الروابة، نعمل طراقة، طرق أنواع الصيد اللي هو صيد الكنعد، الخباط، والقرفة، والبرية اللي هو القاشة، والعومة، نعمل هذه الأشياء. المهرجان يعد تخليدا لمئات السنين من ارتباط أهل الخليج بالبحر كمصدر رئيسي للرزق، ولقصة تاريخية عظيمة أخذتهم من سواحل الخليج إلى الهند وأفريقيا، وهو فرصة حقيقية كذلك لنقل تقاليد وحاضر الخليج العربي إلى الأجيال القادمة من خلال إحياء تراث الماضي. مشاركة عمانية مميزة هنا في مهرجان كتارا الخامس للمحامل التقليدية تأتي لتؤكد الروابط الخليجية المشتركة بين أبناء الخليج. موفد إذاعة تلفزيون سلطنة عمان إلى العاصمة القطرية الدوحة، خالد بن سعيد العبري. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. محافظة الداخلية والوسطى تحتفلان اليوم بالعيد الوطني 45 المجيد بلوحات استعراضية متنوعة. سفارات السلطنة في الدول الشقيقة والصديقة تواصل احتفالاتها بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد. السلطنة الأولى عربيا في الحد من أمراض الدم الوراثية ورعاية المصابين بالثلاسيميا. النشرة انتهت، نشكر لكم كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.